نفسك ظريفا يا أحادي القرن، أليس كذلك؟ لكني أعرف شخصا أكثر ظرافة. أما قريب ستصبح صورتي في كل مكان بدءا بكل هذه الكتب. تبدو وسيما يا سيدي، سيرغب الجميع في أن تحكمهم. صحيح، لن يكون بيدهم خيار. والآن لنحضر المزيد من الكتب. أين روميو؟ استعملي نظرك الثاقب للبحث عنه. لا داعي لذلك، سأستعمل قوة فلاسي فلاش. فلاسي فلاش، فكري واعثري عليه. فلاسي فلاش، فكري وعثري عليه. يمكنها العثور على الناس بمجرد التفكير بعمق شديد. لكن هذه طريقة في الكتب فقط. أظن أنني فقدت شيئاً. إنها ضحكة روميو. أحسنت أيها الروبوت. المقنعون الصغار؟ هذا سيء يا روميو، لما تفسد الكتب؟ إن القراءة أمر رائع. ليست كذلك، فلا أحبها على الإطلاق. أفضل النظر إلى صوري بدلاً منها. ماذا؟ يجدر بك قراءة كتاب ممتع كفلاسي فلاش. مستحيل، تخلص منهم أيها الروبوت. روميو أخذ كل الكتب. سأوقفه بحركات فلاسي فلاش. أرجلي، دمري. ها ها. يبدو أنك لا تجيدينها كما يجب. ما المشكلة في حركاتك المذهلة؟ لا بأس بها، لكن حركات شغلبة فلاش ستفاجئ روميو عندما أجيدها. حسناً، لنكتشف ما هي وجهة روميو التالية. أين توجد الكثير من الكتب؟ في مكتبة المدينة. يا للهول، إنها تحتوي على بعض أثمن الكتب في العالم. يجب أن نوقفه. هيا، فقد يسرق روميو كل كتب فلاسي فلاش من المكتبة. أنت أيها الرجل المعدني، عما قريب سأكون موضوع كل كتب المدينة. أنت أحد أفضل اختراعاتي حتى الآن. شكراً يا سيدي، أحب روميو. روميو عبقري. لننطلق إلى المكتبة. شاهدوا المزيد على ديزني جونيور.